يعطيكم العافية. هسه راح نبلش الجزء الثاني من بارت الكيمستري. الجزء الثاني بحكي لي عن البداية، بحكي لي عن الكيميكال إكوليبريم. اللي هو الاتزان الكيميائي. الاتزان الكيميائي شو بحكي لي؟ دائما تفاعل النواتج المتفاعلات يساوي المتفاعلات للنواتج. كيف يعني؟ وانا عندي عنصر A يتفاعل مع عنصر B يعطيني عنصر C زائد عنصر D. فرضنا هاي عدد مولاتها A سمول، وهاي عدد مولاتها B سمول، وهاي عدد مولاتها C سمول، وهاي عدد مولاتها D سمول. قال لي اللي رايح النواتج للمتفاعلات ويساوي المتفاعلات للنواتج. انا اشوف عندي سهمين زي هيك معناتها التفاعل متزن كيميائي. انا اقدر احكي في عندي شيء اسمه equilibrium constant K equilibrium يساوي قانون. هذا قانون ننتبه عليه جدا، مهم يساوي تركيز ناتج اللي هون عدد مولاته مضروب تركيز الناتج اللي هون عدد مولاته على تركيز المتفاعلات. يعني دائما افهم تركيز كل ناتج على اس عدد مولاته على تركيز كل متفاعل على عدد مولاته مضروبات اس بي اللي هو نواتج لا فاعلات. طيب كم ملاحظة انه انا تركيز هاي تركيز ايش وحدته؟ مول كل لتر. هاي وحدة تركيز. تعرف شغلة تركيز المي يساوي تركيز السوليد صلب، اي شيء صلب طبعا ببين عندي انه هذا صلب يساوي واحد. انا شفت بالمقال تركيز السوليد يساوي واحد. عندي ملاحظة ثانية تركيز H بلس مضروب تركيز ال OH ماينس يساوي 10 وسالب 14. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. سوليد H2O بيساوي 1، تركيز ال H بلس مضروب بتركيز تركيز ال OH ماينس بيساوي 10 وسالب 14. 10 وسالب 14. طيب انا عندي شغلة مهمة، pH هو عبارة عن سالب لوغاريتم الأساس 10 من H بلس. عندي ال pOH اللي هي الرقم الهيدروكسيدي يساوي سالب لوغاريتم 10 من OH ماينس. عندي قاعدة بتقول إنه ال pH زائد ال pOH يساوي 14. تمام. فانا لو طلب مني مثلا كم البي او اتش عنصر، اذا البي اتش له 7 كم بيكون 7. فانا لما احولها لسالب لوغاريتم سالب لوغاريتم الناتج معي انه هاي سالب لوغاريتم تركيز الاتش بلس زائد سالب لوغاريتم او اتش ماينس تساوي كم؟ 14 على الأساس 10 على الأساس 10. نعرف أنا اللوغاريتم راح تويتر الخاصية هي راح قسمه بيصيره. تمام. بيصير قسمه. فلو أنا أخذت سالب لبرا المشترك بيصيره جمع سالب جمع الجمع إيش بيصير؟ ضرب H بلس OH ماينس أو إيش 14، يعني سالب 14. إيش بس هاي لوغاريتم كامل لوغاريتم سالب لوغاريتم الH بلس في OH ماينس سوي سالب 14. يعني أنا لما شلت السالب برا صار سالب 14. أنا بدي أحول لأس تطلع عندي 10 وسالب 14
يساوي تركيزهم هيك اشتقت المعادلة. فأنا في عندي شغلة ثانية، مثلا أوجد تركيز الـ H بلس كأنه سالب 10 بساوي هيك ساوي شوف ثواني تركيز الـ H بلس تساوي 10 قوة سالب بي اتش. تمام، قاعدة هاي قاعدة. بالتالي عندي عصير جوز اتش له يساوي 4.1. تمام، اللي احسب تركيز اتش بلس التركيز اتش ماينس. تمام، شو بعمل انا؟ انا تركيز الاتش بلس يساوي 10 سالب 4.1. تمام، الناتج ايش؟ لكل لتر تركيز له اتش ماينس، بعرف انه انا 10 سالب 4.1 مضروب التركيز او اتش ماينس يساوي 10 سالب 14. قاعده تركيز الاو اتش ماينس يساوي 10 سالب 14 سالب 4.1. مع الناتج 1 2 5 8 10 سالب 10 مول بكل لتر. تمام، شو القاعدة هاي استفدنا منها؟ إذا طلعت تركيز الـ OH ماينس طلعت تركيز H بلس. عندي هسه موضوع مهم، موضوع مهم هو الفراكشن. لو أنا سمعت مصطلح فراكشن، فراكشن بدي لي شيء، يعني أنا حكى لي فراكشن وقال لي كيف، مثلا قال لي عندي أنا بطيخ والحمام. تمام، قال لي عندي إشي بطيخ وعندي شمام، يوجد الفراكشن للبطيخ. تمام، يوجد الفراكشن للبطيخ، ففراكشن البطيخ شو بيساوي؟ بيساوي تركيز البطيخ، اعذرونا على المثال بس انه اكثر شيء، تركيز الشمام اللي هو التوتال، تركيز التوتال، تركيز. تمام، هذا هو فراكشن. لو انا اسمع مصطلح فراكشن، طب قديش الفراكشن للشمام؟ بشيل هاي بحط شمام. في فراكشنات تكون حالة شاذة كلها معطى، كتاب فيهم واحد واجى عليه أسئلة راح نحله. طبعا من هون نشوف، هسا نشوف أسئلة كثير. اللي في عندي مثال، إذا عندي الكيكاية إيكوليبريم تساوي 1 8 2 10 سالب 5. اللي عندي أنا عينة من مياه الصرف الصحي في أن نيتروجين، يعني صرف مياه صرف صحي ويست ووتر فيها ايش؟ ان نيتروجين. بس نيتروجين قال لي انه هو ما بيجي هيك بالطبيعه بشكل نيتروجين، لا بيكون مكون من امونيا، مكون من امونيوم H3 H4. قال لي انه التوتال نيتروجين، تركيز النيتروجين التوتال بيساوي تركيز NH3 تركيز NH4. طيب ايش قال لي؟ قال لي اوجد الفراكشن NH3 فراكشن. اوكي، اوجد NH3 فراكشن، فانا ايش بعمل؟ بروح تركيز NH3 فراكشن فراكشن شو بتساوي؟ راح تقول لي بتساوي تركيز الـ NH3 التوتال نيتروجين. من وين بحصل على النيتروجين؟ بحصل منه من الـ NH3، بحصل منه الـ NH4. أعطاني قاعدة، أعطاني قاعدة زي هيك. تمام، أنا اسمعني أنا إشي، راح تقول لي معك أنت الـ K إيكوليبريم شو بتساوي؟ 1.82 4
10 قوس سالب 5. شو بدي اسوي انا؟ شو بدي استفيد؟ كيف بدي اوجد الفراكشن؟ شو اعمل؟ بقول لك ببساطه انه بقدر احكي لك انه الكوليبريم تساوي تركيز النواتج تركيز المتفاعلات. طيب شو انا شو عندي المعادله اللي فيها NH3 وNH4؟ بقول لك انه NH3 زائد H2O معادله، هي معطى معطى يعني انا مش من عندي. شو بتعطيني؟ انت تعطيني سهم هيك رايح جاي، تعطيني NH4 H-. تمام؟ هذا الموزونة. فالK equilibrium شو بده يكون؟ تركيز النواتج الهيدروكسايد تركيز NH3 تركيز H. تركيز H2O كم؟ صح صح؟ وهو بيحضر الفيديو بكل واحد. تمام. K equivalent كم؟ 1.82 10 قوس سالب 5. تمام. طلع عندي H minus NH4 NH3. ايش بعمل انا؟ دي هون معادلات. انا هي شو بقدر؟ بقدر ابسطها بحيث اني اقسم NH3. المعادلة لو قسمتها على NH3 عندي 1 على 1 زائد فراكشن NH4 تركيز NH4 على تركيز NH3. وشو استفدت؟ لاحظ انه هون عندي NH4 NH3 NH4 NH3 شو بيساوي من هاي المعادلة؟ NH4 NH3 بدها تساوي 1 8 2 10 سالب 5 تركيز H minus. صار عندي انا امسح هاي بتحكي لي انه الفراكشن صفى عندي 1 8 2 10 سالب 5 لا يساوي 1 1 زائد 1 8 2 14 قوس سالب 5 تركيز ال OH. بالتركيز ال OH عرف انه تركيز ال OH تركيز H بلس 10 قوس سالب 14 راح تقول لي طيب تركيز ال OH ماينس بيساوي 10 قوس سالب 14 تركيز ال H بلس تمام. تركيز ال H بلس ايش بيساوي؟ 10 قوس سالب ال pH 10 قوس سالب 14 العشرة قوس سالب بي اتش ايش بيساوي؟ 10 قوس سالب 14 10 قوس سالب بي اتش المعادلة النهائية. الامتحان كيف يجي السؤال؟ اذا البي اتش 5 بي اتش 10 فراكشن 3 تلاحظ بهاي المعادلة 1 1 زائد 1.82 10 قوس سالب 5 10 قوس سالب 14 10 قوس سالب بي اتش. نحل مثال عليها مثال عليها. انا اللي شو بدي اياك تفهمه؟ تفهم مصطلح فراكشن NH3 NH3 زائد NH4 عنصر ثاني بخش ما نفس الشيء. انا شو استفدت من الكي الكوبريوم؟ استفدت انه طلعت علاقه بين العنصرين NH4 و NH3 ومن خلال الهيدروكسيد شفت قديش اطلع تركيز يعني من الهيدروكسيد اكسجين جبت علاقه بالبي اتش فاذا حكى لي عند بي اتش معين كم الفراكشن. وهي راح نحل عليها مثال. هاي هلا على مثال خلنا نشوف لكم المثال السريع. طيب شوفوا المثال. المثال حكى لي اذا عندي انا او سي ال يعني او سي ال ناقص زائد اتش بلس تمام. حكى لي الكوبريم كونستانت 2.9 10 قوس سالب 8 تمام. اللي كمية ال HCO تعتمد على pH اللي كم الفراكشن ال HOCl عند
pH يساوي 7.5. سؤال لو اعطاني خيارات. طيب الفراكشن بيساوي فراكشن لل HOCl. تقول لي هسه الفراكشن لل HOCl شو العنصر اللي انا شايفه مشترك بينهم كلهم؟ راح تقول لي الكلور والCl. الكلور من وين بحصل عليه؟ بحصل عليه من ال HCl من ال HOCl. شو بقول لك الفراكشن بيساوي؟ هسه هي معادله، ليش المعادله ليش اعطاني اياها؟ اعطاني اياها عشان الكوليبريم كونستانت، اعرف شو اعوض الكوليبريم كونستانت. بس ال HCl من وين انا بحصل عليه؟ كل اللي بحصل عليه من ال HCl ومن ال HOCl. صح ولا لا؟ راح تقول لي اه والله صح. فانا ايش بعمل؟ هو بده فراكشن ال HOCl، يعني بحط ال HOCl قصد مقام ايش بحط؟ وين انا بحصل على Cl؟ بحصل عليه من ال HOCl، بحصل عليه من OCl. ممتاز. هسه كان عندي معادله equilibrium constant، equilibrium constant 2.9 10 قوه سالب 8 تساوي تركيز النواتج تركيز ال H بلس تركيز OCl ماينس تركيز H OCl. ممتاز. ال H بلس ايش بحولها؟ 10 قوه سالب H. تمام. فانا صار عندي معادله بتقول لي انه تركيز OCl ماينس OCl على تركيز H OCl بتساوي 2.9 10 قوه سالب 8 على 10 قوه سالب pH. تمام. هاي معادله. ايش بعمل انا؟ بحط بهاي المعادله الفراكشن OCl على HOCl. شو بعمل؟ بقسم HOCl، هاي بتصير واحد بتصير واحد، هاي بتصير OCl على HOCl. شو بتساوي؟ بتساوي هاي، بحط هاي هون، بعوض البي اتش، بيطلع معي 0.521. هذا سؤال سنوات، هذا سؤال سنوات، جاني على المد، جاني على المد، شو عملت انا؟ قوني بس انا اللي فهمت انا كيف حليته. يعني انا لما اجاني اول مره بشوفه، يعني انا كيف خطر على بالي اعمل هيك؟ انت مشان لما اجاك سؤال زي هيك كيف تحله؟ بقول انا بده فراكشن، الفراكشن بعرف هو حكى لي بده الفراكشن لل HOCl. ممتاز. فراكشن ال HOCl شو بيساوي؟ يعني انا بدي اشوف ال HOCl من عينه كامله. طيب انا شو الاشي اللي بدي احصل عليه؟ بدي احصل على الكلور. يعني السؤال الماضي قال نيتروجين، هنا كلور. الكلور من وين بحصل عليه حسب المعادله هاي؟ بحصل عليه من ال OCl من ال HOCl. شو بعمل انا؟ فراكشن لل HOCl، بقول له HOCl على HOCl زائد HOCl، واعطاني pH، وانا من المعادله هاي عرفت انه في H بلس. هاي ال H بلس شو اجت؟ شو اعطتني؟ هاي ال H بلس اعطتني مشان اوجد مشان استعمل ال pH وحل الفراكشن، والباقي بطلع عمليات حسابيه. كيف اعمل معادلتين اربطهم مع بعض؟ معادله الكوبريم كونستانت ومعادله الفراكشن. لاحظ انه من القسمه بربط المعادلتين ببعض، عوض مباشرة تعطيك الناتج، عوض مباشرة تعطيك الناتج. هذا مثال يعني سنوات، يعني بس أنا بعتبره مثال. هذا السؤال يجي كثير بتكرر. عندي موضوع اسمه solubility product. KSP كاسمه، شو بيساوي هذا؟ تركيز الـ A تركيز الـ B لأنه إيش؟ هو المتفاعل إيش هو؟ مش هو نواتج على المتفاعلات، شو النواتج؟ Solid اسمه Solubility Product. إيش هذا؟ واحد. تمام؟ مشان هيك هو بس تركيزه هو تركيزه الاصلي. لما اشوف عندي solubility product، طيب قال لي انا عندي معادله CaF2 زائد بتعطيني قصدي Ca plus 2 زائد 2F5. قال لي الكي اس بي
تساوي 13 زائد 11. بس مباشرة اعطاني كي اس بي بعرف انه هذا صلب تمام، يعني تركيزه واحد. فالكي اس بي ايش بتساوي؟ 13 زائد 11 بتساوي كيز سي تركيز الاف. طيب عدد مولات الاف؟ عدد مولاته 2 تمام. طيب بس انا بعرف انه سي اي اعطاني 2 اف صح؟ سي اي اعطاني 2 اف، معناته فرضت تركيزه اس هذا كم بده يكون تركيزه؟ تركيز الاف روح 2 اس، 13 قوس سالب 11 تساوي تركيز الاس الاف شو عباره عن؟ 2 اس ربيع. تركيز الاس يطلع معي 4 10 سالب 4 مول كمبيوتر. والاس الاس هي سي اي تمام. تركيز الفلورايد بدو تركيز الفلورايد تساوي 2، هاي تطلع 2 هاي تطلع معي 2. تركيز الاف هي 2 تركيز سي اي 4. الاف تساوي 2 اس سي اي تساوي اس، انه 2 اف يعني انه سي اي 2 اس، لا 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 الاف تساوي 2 اس سي اي بتساوي اس. اشوف في مثال عليه حلو عشان نتمكن اكثر. تمام شوف هذا المثال. هذا المثال قال لي what is the molarity compound A. عندي compound A المولاريتي انا بدي المول لكل لتر سوليد. اذا السوليد يعني و A زائد B لي اذا المولاريتي B تساوي نص لي اذا الكي اس بي 5 10 سالب 4 تمام. تمام أنا 5 10 سالب 4 تساوي تربيع ايش بي صح؟ انا بعرف انه بي تساوي نص اي صح؟ شو بده تركيز اي صح؟ انه اي بتساوي 2 بي بتساوي تركيز 2 بي هنا تركيز A B إيش نص A تركيز A 2 يساوي إيش 5 13 قوس سالب 4 صح؟ A تكعيب بتساوي 1 في 10 قوس سالب 3 A تساوي 10 قوة سالب 1 تساوي 0.1 يعني مول لكل لتر بده اياه. فالحين شو عملت؟ السوليد بيساوي 2 A زائد B المولاريتي اللي بي بتساوي نص A بنطبق والكي اس بي بتساوي 5 في 10 قوة سالب 4 طيب بطبق 5 في 10 قوة سالب 4 تركيز العنصر الأول تربيع عدد مولاته 2 تربيع في التركيز الثاني. طيب إذا الثاني نص الأول B بتساوي نص A نفس تبع الفلورايد غير رموز طلب مني تركيز B مباشرة بقول له 0.05 أي تفكير يعني ليش؟ لأنه قال لي B نص A إذا A كذا كمل B نصها. سؤال أجاني في فصل الكويز الكويز. طيب في أمثلة كثير راح نحلها يعني بار يعني فيديو لحال، أنا بس هاي مثال بسيط وأسرع راح نحل أسئلة أكثر. في عندي هسه
solubility. هسه احنا اخذنا السوليبيليتي العادي الذهبيه بشكل عام، واخذنا السوليبيليتي برودكت يعني اذا كان سوليد، وهسه السوليبيليتي للغازز. هذا الموضوع كثير سهل وحلو. solubility gases water. بقول لي انه تركيز الغاز يساوي كاك جزء ايش ايش بسموه هنري لو كاتش هنري لو ديتو مول لتر اتموسفير. بيجي شو هي نسبة الغاز الهواء؟ الهواء طيب شو نسبة الغاز من الهواء؟ لك أنا في عندي أكثر من عنصر احفظهم. الـ O2 نسبته 21%، تمام، والنيتروجين 72%، تمام، نيتروجين 78، هيدروجين، الأكسجين 21، بتوقع 78. برجع نرجع لها لما نفتح السايدات ونشوف شو اللي شرحناه واللي ما شرحناه، بنرجع لها هاي. بس هي هسه أهم إشي إنه الأكسجين 21، تمام. في عندي كمان إنه البي جي، بي جي تكون هسه البي جي هاي إذا عند مستوى سطح البحر، إذا كانت على ارتفاع يعني التيتيود أعلى مثلا 1000 متر، تغير القانون بصير البي جي هو بيساوي البي او ناقص 1.5 سالب 4 في اتش، تمام، اتش اللي هي التيتيود. التيتيود كتبها في الصراحه. البي نوت اللي هي الضغط عند مستوى سطح البحر عادي بيكون 1 أو 2، 1 أو 2 بيكون معطى، ما اعطاهوش بيكون 1، اعطاه حط الرقم اللي اعطاه. البي جي بي اتش هنري لو كونستانت، هنري لو كونستانت وحدته مول لكل لتر اتموسفير. بس في قانون ثاني هنري، قانون هنري لو، في قانون ثاني بشكل عام بتساوي كونسنتريشن الهواء على كونسنتريشن الووتر بيكون يونت يونت لس، بيكون يونت لس الوحدة، لأنه تركيزها تركيز يونت لس برضه هنري لو كونستانت، تركيز الأكسجين على تركيز الووتر. مثال اللي تركيز الـ O2 عند 1 أتموسفير، قال لي لا تركيز الـ O2 عند 1 أتموسفير، قال لي الـ KH تساوي 0.01. اللي يحسبه مرة سي البحر سي ليفل 2 عند 1525، تمام، اللي زي هيك كيف اعمل انا؟ بقول له والله الفرع الاول بقول له انه تركيز O2 يساوي H BG. طيب الـ KH شو بتساوي؟ الـ BG نسبة الهواء، نسبة الهواء بالفرع الأول بده من مستوى سطح البحر، مستوى سطح البحر كم بالضبط عنده؟ 1، كم نسبته للأكسجين؟ نسبته 21%، هذا هو الفرع. الفرع الثاني 1525 متر، نفس الشيء 0.00263 مضروبة بواحد ناقص 1.15 10 سالب 4
الأرث اللي هي 1525 متر. في البي جي كم نسبة الأكسجين؟ 21%. لا ننسى 21% رجاء. أكسجين 21%. كم بطلع معي؟ بطلع معي الغاز، بطلع معي طبعا هون بطلع معي 8 2 4 هون بطلع عندي 2 7 وفرق سالب 4. هذا الناتج اللي طلع معي مول لكل لتر. لكن امتحان يطلب مني ملي جرام، انا بشوفش بالخيارات الا ملي جرام لكل لتر. ايش بعمل اذا عندي مول لتر احولها لملي جرام لكل لتر؟ شو بعمل؟ اضرب ملي جرام على مول. تمام، اضرب ملي جرام على مول. واحد مول كم ملي جرام؟ فانا ايش هاي؟ اذا كنا بضرب الملكر، انا احول من مول لكل لتر لا ملي جرام لكل لتر، اضرب الملكر ويت، ما بنسى اني بضرب بألف. تمام، يعني بضرب بألف اضرب الملكر ويت يعني ملي جرام لكل لتر. امتحان كثير بيعطيني. اجيب لكم سؤال، دقيقه اجيب لكم سؤال، خليكم زين معي. عندي التيتيود معين اتش معينه كان تركيز الاو 2 يساوي 6 ملي جرام لكل لتر. شوفوا شوفوا الهتاقه. اذا الكي اتش يساوي 0.0126 كم الفاليو للاتش؟ كم اتش؟ طلع انت شوف الطلع كيف طلع. تركيز الـ O2 راح تقول لي 6 يساوي 21%. والله بكون مصحصح، شوف كيف انت راح تحكي انا هنا مصحصح ضربت 21%. اضرب ايش؟ قال لي شو الضغط، هو بعتبره 1 ناقص 1 ضرب 5 14 قوة سالب 4 طلع لي حاسب يطلع معي قيمة H أو 0. ايش؟ طلع هون طلع هون ملي جرام لكل لتر. شو عوض لازم هون؟ شو قوسين لازم تكون مول لكل لتر، صح لازم تكون مول لكل لتر، مول لكل لتر. ايش بعمل انا؟ بطلع والله 6 ملي جرام لكل لتر اضربها بمول اقسمها ملي جرام او اقسمها على جرام. بعرف ان الواحد مول، ايش هاي O2 يعني كم؟ 32. ايش بعمل؟ مشان اشيل الملي بحطها 1000 اضرب ب 1000 اقسمها على 32 بيطلع عندي بيطلع عندي 6 على 32 عندي 1.875 10 سالب 4 اقسم على ألف. اقسم على 1000 لان هاي 1 جرام مشان تصير ملي جرام، يعني هاي بضربها ب 1000 تصير ملي جرام، وهاي بخليها كم؟ 10 قوة سالب 3 10 قوة سالب. تمام، بدل 6 بتصير هذا الرقم تطلع مع قيمة اتش، تطلع مع اتش بتساوي 2534 متر تقريبا. تمام، سؤال ثاني عليه شوف اذا فيه كنا هذا الموضوع خلص. اه والله فيه حكالي حكالي كم تركيز الانتو، كم تركيز الانتو بالمي عند 2000 متر اذا عندي كي اتش 0.0625. تمام، انا شو بقول له؟ تركيز الـ N2 ببساطة بدي تركيز الـ O2 الـ N2 بيساوي 1 او الـ KH اللي هي 0.00065 في الـ N2 تركيزه 78% ضرب 1 ناقص 1 ربع او 15 2000
ايش طلب مني الناتج؟ طلب مني طلبه بالملي جرام لكل لتر. هذا الناتج اللي بطلعه هون لكل لتر، طلب بالملي جرام لكل لتر، شو بعمل انا؟ بضرب 28 بضرب ب 1000. 28 لانه الان 14 وان 2 28 وال 1000 مشان ملي جرام لكل لتر، معي 10.5 ملي جرام. هذا الموضوع موضوع السلبيتي اوف جاز النوتر، هذا اسهل موضوع بالكيمستري مباشره، تطبيق مباشر ما في ترك غير الاتش. طيب طلع عندي موضوع بسيط وهو سؤال كيمستري، نخلص نخلصه بهالفيديو عشان الفيديو الثالث يكون حل اسئله سنوات موضوع الكيمستري. هيك اللي بحضر ثلاث فيديوهات بستصعب سؤال كيمستري ان شاء الله. طيب اللي سويل مستري لي دائما كالسويل بكالسويل فيها 95% عدم ايرور، 5% اورجانيك ماتر. ممكن اقول عندي ايون اكستشينج، عندي ايون ايون اكستشينج التفاعل اذا شفته بشرب انه ايون اكستشينج بسموه السوربشن، هو عباره عن اثنين اي شيء بتشوفه بالسؤال مباشره تفاعل ايون اكستشينج A plus soil زائد كالسيوم وقال لي في معادن. هاي لما اشوف هاي المعادلة، هاي معادلة ايون اكستشينج. طيب لما اشوف السوربشن، سوربشن شو يعني سوربشن؟ يعني لما انتقل، لما انتقل اكتب سوربشن، لما انتقل، لما انتقل ماء التربه للصول، ماء سوربشن لما انتقل من التربه للماء. ما انتقل الماء عندي انا الادسوربشن بشكل عام يساوي الادسوربشن يساوي الادسوربشن زائد الابسوربشن. طيب الادسوربشن هاي اون سيرفيس تحت على السطح، انا بورجيك، والابسوربشن تحدث داخل البارتيكل انسايد. الابسوربشن تساوي الادسوربشن زائد الابسوربشن، الانسوربشن يكون اون سيرفيس تكون انسايد البارتيكل. بعض القوانين موضوع السول بدي اعرفهم وأعرفهم عشان نعرف نحل. كيف عندي دي دي بيساوي تركيز السوليد على تركيز الووتر، تركيز السوليد على تركيز الووتر ايش هذا بيسموه؟ بارتي كولينج كوفيشنت، بارتي كولينج كوفيشنت. يب لاحظ النص تركيز السوليد بتساوي كتي سي دبليو، هذا طاقة يسموها لينير، لينير ادسوربشن. لينير ادسوربشن لو انا رسمت كمنحنى زي هيك
واضح تركيز الووتر تركيز السوليد. لاحظ أن الكلوب هو عبارة كده تمام. عندي علاقة ثانية، علاقات بس أنت أعرفهم شو هم، ما راح يجي عليهم حل. تركيز السوليد يساوي Kf Kf C على واحد Kf هو نفسه الKd لكن في حالة النون. هذا Kf نفسه قلنا بس بيسموه في كنتين ايزو بكل بساطة شكله زي هيك هيك. هذا بكون سي ووتر سوليد وهذا بكون واحد على ان. هذا بكون لوج عملت لها انا ري لايست، يعني انا عملت لها انها تصير خط الياء. فشو عملت انا هون حطيت لوج تي دبليو وهنا لوج سي ان. السلوب هو عبارة عن لوج الكي اف. بكون المعادلة بحالة النون لينير سوليد تساوي لوج اف زائد واحد على ان والسلوب واحد على ان لوج سي دبليو. هاي في حالة النون لينير ما عليها بروبلم ولا شيء، بس انت عارف شو الاشياء شو المصطلحات. يجيب لك رسم يقول لك شو النقطة هاي شو النقطة هاي وهكذا. اخر موضوع بالسويل تأثير الأورجانيك بالسويل إفكت سويل أورجانيك قل لي نسبة المركبات العضوية أكبر من 0.001 الكي دي هذا كي دي بيساوي كي أو سي إف أو سي. فعندي معادلة مشان أحسب solubility لوج كي أو سي يساوي سالب 0.55. هاي معادلة حفظ سوليد زائد 3.64. السوليوبيليتي لازم تكون ركز مليغرام لكل لتر. الكو او سي من وين بجيبها؟ من هون. الكي دي بعرف كيف اجيبه. الاف او سي اللي هي نسبة المواد العضوية. وانا هذا اللي بدي اعرفه. في عندي لمين؟ للساتشوريتد سويل. الان ساتشوريتد يكون عندي H يساوي CA على C water، نعرف هذا الإشي. KD C solid على C water تمام. لكن KD saturated يساوي C solid C air. في شغلة مهمة تعرفها، saturated هون two phase solid and saturated phases solid انت لما يجيب لك علاقة بين يعني الهنري لو والكي دي، الكي دي بار تيونينج كوفيشنت كملت هذا هنري لو، وقال لي شو العلاقة بين الكي دي والاتش، قال لي والله انه العلاقة بينهم انه ربطهم بالانساتوريتد سويل انه الكي دي الكي دي بشكل عام الكي دي انه كدي على اتش كدي على اتش ايش بتساوي؟ سي سوليد سي اير تمام؟ تقول لي هيك، انا العلاقه اللي تربط فيهم
unsaturated soil. Saturated soil ايش بيعطيني؟ 3 phase system. اجاك سؤال multiple لك unsaturated soil علاقة بين ال KD وال H وال KD وال H شو بتكون؟ تكون 3 phase system. راح اورجيكم السؤال بنحل فيديو سنوات. هسا احنا هيك خلصنا التشابتر. في بروبلم راح نحل احنا اسئله بالبارت الثالث من الفيديو. كمان راح اورجيكم سلايدات الماده. انا ما بشرح من عندي. لو نروح على هون السلايدات ده الانترومترال كيمستري نوكلون ريبوليوشن بروبلم فيسز ا كيميكال بيس. يعني كل مشكله يعني بتنتج من ملوث كيميائي. كان الجرين هاوس افكت يعني انه اللي هي الاحتباس الحراري والمطر الحمضي والهلال الاوزون هذول كلهن كان اعرفهم. هذا طبعا اخر شابتر راح يكون معنا ريفوليوشن. ما اعرف الكيميكال برينسيبل. حكينا عن الماس وحكينا عن الوحدات حكينا عن انواع التفاعلات حكينا عن البي اتش والبي او اتش حكينا هون السوبر ساتوريتد والساتوريتد وانتر ساتوريتد شرحنا شو معناهن والهاي شرحناها والاتزان شرحنا هذا الاشي شرحنا الكيميكال فيت حكينا تركيز السوليد وتركيز ال H2O واحد هون الاكزامبل شرحنا اكزامبل لو عندي عصير عنده 4.1 كيف بحل الفراكشن ولاحظ الفراكشن انا اعطيتك اياه اخر شيء معادلة قلت البي اتش قلت البي اتش هو الكتاب رسم رسمة اوكي بيكون الفراكشن السوليد برودكت تبع 2S هذا الهنري لو كونستانت شرحنا ان الاوتو 21% طبعا هاي وطبعا انتوا لما تقرأوا اقرأوا هاي النوتات لو انه الامتحان اونلاين تعملوا سيرش لأسئلة الحفظ من هون تأثير السوليبلتي بالحرارة السوليبلتي بالكريز بتقل الذئبي عن زيادة درجة الحرارة طبعا حكيناها سول كيمستري حكينا عنه الايون اكسشينج حكينا عنه كيتي حكينا عنه سمعت هاي حكينا عنها عن هذا الشيء هذا مثال عندي اورجانيك ماتر نسبتها 4% سوليبلتي هي عبارة عن ملي جرام لأوجد التركيز السوليد فأنا بعرف إنه تركيز السوليد بيساوي KD في CW ونعرف إنه KD في OC في KOC الـ KOC بطبقها من هاي المعادلة طلعت هاي المعادلة طلعت الـ KOC بعدين بطلع الـ KD من الـ KD طلعت تركيز السوليد وأعطاني تركيز الوتر 100 نطبق المعادلات هاي إياها هاي بجيبها من الـ KOC معي هاي 4% KOC معي معادلة Solubility 2.71 معطني إياها مطمئن معطني إياها 515 كل 515 بيعطني 2.71 لوج للأساس 10 Unsaturated soil قلنا 3 phase system وهي المعلومات الأساسية إنه تركيز النيتروجين 78 تركيز الأكسجين 21 فرق النيون مهملات يعني ما تستعني لو أجاك سؤال على الهلاك تحل تضرب 93% والباقي مش إن شاء الله خلصنا بارت الكيمستري إن شاء الله الجزء الثالث من البارت راح يكون عبارة عن فيديوهات حل أسئلة يعني بعطي أنا المعطيات والسؤال وكيف أحله وانتوا لما تكون معكم رابط سنوات هذا يبعثوا هيك حلوه راح تشوفوا انه كله واضح ان شاء الله يعطيكم الف عافيه اللي حضر لهون هو خلص البارت بيقدر ينتقل للبارت اللي بعده اللي حاب يتمكن يحضر الفيديو الثالث يعطيكم الف عافيه